أصدقاء سبيستون، اضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا جرس التنبيهات لتبدأ رحلتنا مع بيورن وباكي. نمشي نلعب نتسلى في البراري، عندما تمطر نقرأ أو نغني. كل يوم نكتشف أغراب الأشياء. بيورن وباكي دائما أفضل الأصدقاء. نحن بيورن وباكي. مخلب الدب. نعم، لقد انتهيت من أفضل اختراع لي على الإطلاق. ما رأيك يا تشيكي؟ هل أعجبك؟ تشيكي، هذا ليس صحيحاً. شهزادة، سأشرح لك كيفية تشغيله. أولاً، تضع شيئاً في الباب، ثم تضغط على المقبض الأسفل وتدير المخلب. هل ترى؟ وتحاول فقط أن تلتقط أي شيء تجده في الداخل، مثل الكرة التي سألتقطها وأحركها للخلف قليلاً، هكذا، قليلاً بعد، أجل. أوه، هيا أيها المخلب، لست قلقاً، فقط أعطني دقيقة واحدة. سنحتاج لوضع شيء آخر في الآلة لنعيد تشغيلها مجدداً. فقط هكذا، هيا، لقد أمسكتها، سأمسك بها الآن. هذا رائع. إنه اختراع سيء جداً. حان الوقت لكي نضع قانوناً لهذا المخلب. أنا واحدة من أفكاري الرائعة، انتظر هنا. في المركز. ضربة موفقة، أحتاج أن أستعير بعض من أغراضك. خذ هذا. لقد سددت للتو ضربتين في المركز واحدة تلو الأخرى. لماذا تملأ العربة بأغراضي؟ لا تقلق بشأنها، سأعيدها قريباً. أحتاج كل الأشياء التي أستطيع تسديد أهدافي عليها. تعالي. باكي، ما هذا الذي يحصل؟ أنا مستعجل، فقط تعال معي وسوف أشرح لك. انظر إلى هذه، أنا صنعتها، إنها لعبة المخلب. أولاً التقط شيئاً، ثم ضعه في الآلة، ثم العب. ها؟ لا أصدق، مستحيل. هذا رائع باكي، هل تمانع لو جربتها؟ وضعت كل شيء، لم يتبقى شيء لنضعه في الآلة. أخبار رائعة تشيكي، سيتم إرسالك في مغامرة. حين يصبح في الداخل، هل يمكنني أنا تشغيل المخلب؟ ادخل هناك يا تشيكي، لا يهمني ما الذي تشمه. هي، ماذا تفعلان بتشيكي؟ أفلتا جناحيه في هذه الثانية. أنا آسف حقاً، لو لم أصنع هذه الآلة الشريرة لم يكن هذا ليحصل أبداً. لا بأس بذلك، إنه خطأي أيضاً، الفوز بتلك اللعبة بدا مهماً جداً، كنا لئيمين جداً مع تشيكي. باكي، هل هذا يعني أن كل أغراضك أصبحت محتجزة في الداخل؟
أنت عبقرية فراني، هذه هي، كنت قد نسيت تماما. هل ترين هذا الزر هنا؟ اضغطيه. هل نذهب للعب كرة القدم؟ إنها أكثر مرحاً. من يصل أخيراً إلى الملعب هو صنوبر فاسد. ألن تقوم بتنظيف هذه الفوضى؟ أصدقاء سبيستون، نتمنى أن تكون مغامرتنا لهذا اليوم قد أعجبتكم. اضغطوا زر الاشتراك لتشاهدوا حلقات بيورن وباكي الجديدة.